أنا بجد مش قادرة أفهمك، أنا عملت إيه علشان تاخد مني الموقف ده؟ اللي قلته كان قصدي منه أوفر عليك وقت ممكن نضيعه في حاجات ملهاش أي قيمة. صفوة، مفيش حاجة توجع الراجل قد إن يبقى واقف عاجز قدام اللي بيحبها، مش عارف يحقق لها اللي هي تستاهله واللي يقدرها بيه. التقدير مش فلوس وعفش وشقة، التقدير مشاعر وحب وحاجات حلوة تملى بيها كل حتة فاضية جوايا، وترجع لي الثقة في حاجات كنت خلاص قربت انساها. هشتغل ليل نهار، هاخد شفتات في كل المستشفيات اللي انا اعرفها، ان شاء الله اسافر بره. المهم ان اعمل حاجه اللي تخليني استهلك. تقدر تعمل كل ده واحنا مع بعض؟ بجد يا صفا؟ يعني هتوقفي جنبي؟ هتلاقيني معاك في كل خطوه. هموت واتجوزك في اسرع وقت. هتعيش وهتتجوزني في اي وقت احنا نختاره. ألف 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 مبروك، يا رب تبقى ليلتك جميلة زي كده يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي، عقبال فرح ولادك يا رب. يلا بقى، ده العريس مستعجل تحت. بلاش الحساسية الزيادة دي يا اختي. يا ريت ما تركزيش معايا، أنا زي الفل. يا تينا أنا عايزة أفهم أنت ليه مش بتتجوزي؟ أتجوز تاني؟ حرام عليك، كفاية مرة واحدة بس. وايه اللي حرمه بقى؟ انت لسه جميله وصغيره وكمان ناجحه، والف مين يتمنى واحده زيك. شوفي يا حبيبتي، اللي زي ما ينفعهاش غير اتنين، يا اما عيل صغير يضحك عليها بقرشين، يا اما راجل محترم وعنده عياله زهقان من الخلفه، وانا الاتنين ما ينفعونيش. عادي جدا على فكره انك انت تتجوزي راجل محترم وعنده ولاد. لا مش هرتاح. انت بتسبقي الاحداث ليه؟ طب ما تدي نفسك فرصه يا ستي. لما تيجي فرصه افكر. بس كده الموضوع بقى خطر قوي يا لمار. عليه هو مش عليا انا. لا عليكي وعلى عمر كمان. ما تجيبيليش سيره الراجل ده تاني خالص. بقول لك ايه، عارفه ايه المشكله السودا؟ ان انا فاهماكي كويس جدا. لو انا مش فاهماكي كنت قلت انت وقعتي من زمان. ايه ايه وقعت؟ ايه الكلام اللهبل اللي انت بتقوليه ده؟ ده مش كلامي يا حبيبتي، دي تصرفاتك. انت مش شايفه نفسك ولا ايه؟ انا كل ما هنالك اني ما بحبش الناس تظهر في صوره مش بتاعتها. لما هو راجل بتاع ستات ومقضيها بيقول لي ان هو مش بتاع علاقات سابقه، ليه؟ ليه؟ عايز افهم. وايه يعني؟ كل الرجاله اللي ربنا خلقها في الدنيا بتكذب، وكل الستات عارفه ان هم كدابين وبيصدقوهم. ايوه يا سلمى، بس انا مش من دول. بقول لك ايه، خلينا دلوقتي في ابن عمك المجنون ده. انت من ساعه ما حكيتي الموضوع وانا جسمي متلبش. هو ممكن يطب علينا؟ بص يا سلمى، انا ممكن اسيب لك البيت دلوقتي حالا، نروح اي اوتيل اي داعي. على الاستفزاز يا بنتي، ما انا خايفه عليكي زي ما خايفه على نفسي. الله، مستفزه. يا مهم مين؟ مش عرفنا انا. مش عرفني. ما تقومي تفتحي الباب. لا واضح انك مطمنه على الاخر على فكره. طب ما نروح مع بعض نفتح الباب. لا انت تروحي عشان انا ابقى سليمه، عشان لو حصل لك حاجه انا الحقك على طول. بسم الله ما شاء الله، ايه الذكاء اللي انت فيه ده؟ شفتي؟ انا اللي هفتح الباب. يلا مش مسيطره؟ يلا يا ماما. ماشي. يلا. ماشي. طيب طيب. ما تفتحيش الا لما يرد الاول. بطلي جبن بقى. ده انا مين؟ هو انت؟ مساء الخير، انا في شحمي ولحمي، وجايب لك معايا حالتي العاطفيه من ساعه ما اتولدت لغايه دلوقتي علشان ابرق نفسي. انا جاي معاه عشان لازم يبقى في محرم. يلا روح انت بقى. انت عرفت الدور ازاي ده؟ انا سبتك وجريت على السلم. روح انت. خليك انت هتكلم مع الست شويه. اتفضل اتفضل. اتفضلوا اتفضلوا. خليك حلو انت هنا حلو. ما تبصيش هنا. اتفضل. كان مستنيكي تحت المستشفى. معنى كده انه كان بيراقبك. وفي خطر انك تبقي لوحدك. طبعا، امال احنا قاعدين مراقبين كده ليه؟ معنى كده زي ما راقبكم يبقى بيراقبنا احنا كمان. يلا اقعد اقعد. بيهزر يا عم، بيهزر. اقعد. بهزر بهزر، اصل انتوا ما تعرفوش اعملوا معايا ايه. اكلوني الشوكولاته كلها. انا اسفه قوي، انا مش عايزه اسبب لكم مشاكل اكتر من كده، عشان كده انا بقول يعني. لمار ما تكمليش، خلاص مبقاش ينفع. طيب ممكن نقوم نجيب حاجة حلوة؟ تيجي ما معايا. أنا عمال أقول لك من الصبح. حاجة حلوة. أنا عمال أقول لك أدخل أدخل. يلا 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 حاجة حلوة. هتتأخر. عمي حافظ. جميل قوي يا عمو، جميل جميل. عمو يلا يلا يلا. فين يا حبيبي؟ هنا.
عمر مش عايزاك تتصرف اي حاجه هتقولها. انا لفيت وشفت وعرفت وقابلت ياما، لكن والله عمري ما حسيت زي اللي انا حاسه دلوقتي. واللي كانت نازله فيك احضان في المستشفى دي تبقى ايه؟ اللف بتاع زمان برضو؟ دي ايه؟ لا دي واحده مخاطه والله انا طردتها بعد كده شر طردها. عمر احنا يا دوب عرفنا بعض صدفه. دي مش صدفه، ده مقدر ومكتوب. انا بخاف قوي من الحاجات المستعجله دي. وانا راجل ما بحبش اضيع وقت. نقول مبروك. انت واقف عندك بتعمل ايه؟ بتفرج. طب ما تيجي نتفرج سوا. طب ماله، يلا يلا. اصل متعب يا عمر، حطك في دماغه مش كل مره تسلم. تاني بصراحه يا عمر لمرة عندها حق. متعب ده شكله شراني قوي، وبعدين كفايه اللي حصل لك منه. محدش بيموت ناقص عمر. ما تهرضهاش قوي يا ابطال، فكر كويس. اللي انا بفكر فيه دلوقتي حاجه واحده بس. حاجه؟ حاجه ايه؟ اني بحبك وعايزه اتجوزك حالا. لا انتوا اكيد عايزين تجننوني. انت ايه خلاص مستغني عن عمرك؟ وكل ده عشان ايه؟ واحده لسه عارفها؟ ايه خلاص الحب قطع قلبك قوي؟ مت في البيت؟ انا هتجنن هتجنن. انت مش كل شويه عمال تسمعنا تبنى على الله تبنى على الله؟ وهي تبنى على الله مالها؟ مال الموضوع؟ هو الجواز حرام كمان عشان اتوب عنه؟ الله بالهداوه يا تينا، خلينا نسمعه. هداوه ايه بعد اللي سمعته منكم ده؟ يا لهوي لو شفت ابن عمها ده انا مش هخنقه، ده انا بالسكينه في كرشه. الله، طب وهي ذنبها ايه؟ ابن عمه هو المجرم، يبقى خلاص عمر يبلغ عنه ويامن روحه خلاص. يا سلام يا اختي، ولو عملها فيه تاني اعمل انا ايه؟ يا عمر ده انا ممكن اروح فيها. صح تينا صح، لازم تامن روحك الاول وبعدين ربنا يستر. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ انتوا مش عمالين تقولوا لي عايزينك تحب وتستقر وتتجوز؟ ليه لما يحصل كده بقى تكسروا مقاديفي؟ يا سلام، وانت هتستقر مع العيله المهببه دي؟ تينا صح، لازم تصبر شويه لما نشوف ابن عمها هيعمل ايه. وكمان تبقى ما استعجلتش وفكرت كويس. يا جماعه افهموني كويس، ده اول احساس بجد في حياتي، مش هسمح لحد انه يحرمني منه. غلط عمي. تينا غلط وانت صح. تبقى اتجننتي رسمي ولازم تترمي في مصحه. مش بعيد تعمليها يا ميار هاني، وبرده هتجوزها. انت بنتي حد مسلطك علينا؟ ولو احنا وافقنا انك تتجوزيه هو هيرضى؟ هو بيحبني ويتمنى. على علمي ان هو طردك مرتين، مره من المستشفى بتاعته ومره من المستشفى اللي بتعالج فيها، مش هو ده اللي حصل؟ انتوا لسه بتراقبوني؟ ما انت لما تبقي بالمخ ده لازم يتحجر عليكي مش تتراقبي بس. ماشي ماشي يا ميار هاني، وانا موافقه، بس عايزين بقى نشوف في الاخر مين فينا اللي هيعيط. يا بنتي يا بنتي الله يهديكي، احنا مش اتفقنا نهدى شويه لحد ما الانتخابات ما تخلص، بعد كده اعملي اللي انت عايزاه. وانا قلت لكم مليون مره ان انا ماليش دعوه بالقرف بتاعكم ده. قرف مسميه مستقبل باباكي ومستقبلنا كله قرف. انت عايزه تديني ليه؟ انا مش عايزه منكم حاجه، انتوا اللي عمالين تحاكموني. انت عايزه مننا ايه؟ احنا عملنا لك ايه؟ احنا اهلك مش اعداء، احنا موفرين لك عز ونعمه انت ما تتصوريهاش. نعملك ايه اكتر من كده؟ عايزاكم تبعدوني عنكم وعن حياتكم والعابكم ومؤامراتكم القذره دي. انا ما بقتش طايقاها ولا طايقاكم انتوا كمان. حلوا عني بقى. عفه انت يا بنت بندحلك. وبعدين يا ربيع هنعمل ايه مع الراجل ده؟ قولي هنعمل ايه مع بنتنا اللي بتضيع مننا كل يوم، واحنا ولا احنا حاسين بحاجه. سيبك منها دي، هتتكسر رقبتها وتتلم. اللي بيتكسر ما بيتلمش، بيتبعتر يا هاني. ده شكله اتعدى من بنته واتجنن هو كمان.